بعد 100 عام من الآن، ونحن الآن في 2020، سيكون التاريخ 2120. سنكون جميعا بإذن الله مع أقاربنا وأصدقائنا تحت الأرض، وسيكون مصيرنا الأبدي قد أصبح واضحا جليا أمام أعيننا، وسيسكن بيوتنا أناس غرباء، وسيؤدي أعمالنا ويمتلك أملاكنا أشخاص آخرون لن يتذكروا شيئا عنا. فمن فينا الآن يخطر بباله أبو جده؟ على سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس، أسماؤنا وأشكالنا سيطويها النسيان. فلماذا نطيل التفكير بنظرة الناس إلينا وبمستقبل أملاكنا وبيوتنا وأهلنا؟ كل هذا ليس له جدوى أو نفع بعد 100 عام. إن وجودنا ليس سوى ومضة في عمر الكون، ستطوى وتنقضي في طرفة عين، وسيأتي بعدنا عشرات الأجيال، كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسلم الراية للجيل التالي قبل أن يحقق ربع أحلامه. فلنعرف إذن حجمنا الحقيقي في هذه الدنيا وزمننا الحقيقي في هذا الكون، فهو أصغر مما نتصور. هناك بعد 100 عام وسط الظلام والسكون سندرك كم كانت الدنيا تافهة، وكم كانت أحلامنا بالاستزادة منها سخيفة، وسنتمنى لو أمضينا أعمارنا كلها في عزائم الأمور وجمع الحسنات وخاصة الصدقات الجارية. وسيطلق بعضنا صرخات استغاثة لا طائل منها، كما قال تعالى: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وسيقول آخر: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وسيقول آخر: يا ليتني قدمت لحياتي. طالما يا أخي المسلم لا زال في العمر بقية، فلنعتبر ونغير. يا لها من رحلة تبدأ من ظهر الأب إلى بطن الأم، ومن بطن الأم إلى ظهر الأرض، ومن ظهر الأرض إلى بطن الأرض، من بطن الأرض إلى يوم العرض. وفي كل محطة ترى العجب، وفي النهاية تحط الرحال إما إلى الجنة وإما إلى النار. شيئان أخي المسلم يحزنان: رجل لم يدخل المسجد إلا في جنازته، وامرأة لم تستر نفسها إلا في كفنها. كم هي الغفلة، وإلى متى سنستمر؟ إنها الحقيقة المرة. يحضرون للدوام في وقته، ويحضرون للمطار قبل موعده، ويحضرون للمستشفى قبل الموعد أيضا، ثم ينامون عن الصلاة ويقولون: مشكلتنا نومنا ثقيل. بل كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا. درس لي ولك ولمن بعدنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة